السؤال الذي يطرح مباشرة: لماذا يهاجر هؤلاء الشباب منذ 30 عاما على الأقل ونحن نقرأ كلمة هجرة الأدمغة؟ يهاجر الفقراء إلى الخليج، ويهاجر البعض الباحثين عن بعض المهندسين والأطباء إلى الخليج أو ليبيا وإلى آخره، بينما اللامعين الحقيقيين لا، يذهبوا إلى الولايات المتحدة وكندا. ما يسمى هجرة العقول بالمعنى الحقيقي أو نزيف العقول، والذي قد بدأ منذ 30 عاما على الأقل، يشمل كبار الاختصاصات وأهم الاختصاصات ويذهب إلى كندا والولايات المتحدة، والدولة لا يعنيها هذا في شيء. وقد يقال أنها حلم، ولكنني أشك كثيرا أنها حلم. إنها حلم بالنسبة للذين يريدين أن يكملوا بعض الدراسات العليا، بالنسبة لفئة اجتماعية تعرف مسبقا نمط الحياة في الولايات المتحدة ومهووسة أصلا بطريقة الحياة الأمريكية. أما عندما ننظر إلى كما قلت لك 70% من الشباب في المغرب يريدون الهجرة، فلا أعتقد أن القضية قضية حلم، ولكن إن قضية فيها أكثر من مأساة. المأساة الأولى أنه يقتلع من عائلته كليا، ويقتلع من أرضه كليا، ويقتلع من عاداته كليا، ثم يذهب إلى لا مكان. هناك نوع من الإلغاء الذاتي، أي أن يعيد الشاب العربي صناعة نفسه بشكل يلبي حاجات الآخر. عليه أن يتعلم اللغة الإنجليزية مرة ومرتين، وأن يتوسل هذا التعليم، وأن يقدم نفسه أنني مستعد أن أعيد صناعة نفسي لغة وتفكيرا إلى آخره حتى أقبل كمهاجر. المشكلة هنا ليست فقط الهجرة بالمعنى المكاني والزماني، ولكن هي هجرة بالمعنى الأخلاقي والقيمي. أعتقد أن الهجرة المنطلقة من العالم العربي منذ عقدين من الزمن على الأقل هي لا ترى الحلم، وإنما تهرب من كابوس. هي لا تكترث إذا كان هناك حلم حقيقي في كندا والولايات المتحدة، أم لا يوجد حلم، ولكنها تعرف كليا أنها هاربة من كابوس العالم العربي. والمتهم هو ليس الغرب، سواء كان عنصريا أو غير عنصري، وهو عنصري بالتأكيد، ولكن المتهم الأكبر هو غياب السياسات الاجتماعية والسياسية والديمقراطية في العالم العربي. القضية لا علاقة لها بالشباب، لها العلاقة بأنظمة متكلسة غير مسؤولة، مهووسة فقط بامتلاك السلطة كملكية خاصة مطلقة، دون أن تضع بدائل اجتماعية وثقافية وسياسية لهذا الشاب. والمأساة في الأمر أن غالبية المجتمع العربي من الشباب، وأن البحث عن مستقبل له معنى وإنساني ومستقبل له قيمة في العالم العربي يرتبط كليا بهؤلاء الشباب الذين ندفعهم دفعا إلى الخارج. وبالتالي فنحن أمام مأساة إنسانية واسعة، هو ذهاب هؤلاء الشباب إلى الغرب، ولكن أيضا مأساة أكثر عمقا هو أن أمة تنزف إمكانياتها الشابة والإبداعية والقدر على العطاء ليس لها أي مستقبل على الإطلاق. لا يبنى مستقبل الشعوب على الكهولة والشيخوخة، وإنما يبنى على الشباب الطموح، الشاب الذي يعترف به. ما ينقص جميع هؤلاء الشباب هو الاعتراف، إنهم يفتشون عن اعتراف ينبغي أن يعترف بهم كبشر لهم حقوق كبشر لهم رغبات ولهم تطلعات ولهم أحلام. ما يميز كل هؤلاء الشباب هو غياب الأحلام، وبدون أحلام تصل إلى الوهم وإلى الكارثة وإلى الشقاء، لأن غالبا الإنسان يعيش بأحلامه.